لو انت دلوقتي هتقرري تعملي فيلم، بس فيلم جريء، في 2024 حط عينك على بطلة معينة عايزاها؟ لا يعني الحقيقة ما عنديش حد معين دلوقتي أحط عيني عليه، بس حسب الدور اللي أنا عاوز أعمله. يعني لا، ممكن يكون بتراهني على حد إن هو ده هينجحك أو دي هتنجحك. أنا أعتقد إنه ياسمين صبري محتاجة مخرج كويس قوي عشان يطلع منها حاجة هي لسه ما طلعتش في التمثيل. عندها وش جميل، عندها جسم جميل، عندها عقل ذكية. يعني ذكية، بس هي للأسف في الفن اسكندرانية. اسكندرانية دي مهمة كمان. أعتقد إن هي ممكن تكون الفن فتال بتاعة الفترة دي. ما عندناش إحنا ممثلات بالطلة والهبة دي. أنا بحبها، بحبها على المستوى الشخصي، وبحب طلتها زي ما بيقولوا. عندها كاريزما ربنا مديها لها، ما تقدريش تفاجئي. عاوزة بقى يعني زي ما بيقولوا إيه، تتوجه صح في حتة الفن. يعني لو هتعملي فيلم 2024 وحط عينك على حد، ياسمين صبري. ياسمين صبري بتعجبني، النجمات الحلوين.